تعرف أو بس؟ تعرف إنه الإغريق كانوا يغرسون بكل حقول الزيتون أشجارتين بمعدل واحدة لأربع شجرات، وبعدها الدراسات أثبتت إنه الإغريق كانوا يشكلون مبيد طبيعي لذبابة الزيتون، بحيث إنه أكثر فترات تكاثر ذبابة الزيتون يصادف نضج ثمار التين، واللي يخلي عسل التين يستقطب ويجذب ذبابة الزيتون المضرة لرائحة ثمار التين، فتنتقل الحشرة من الزيتونة لثمار التين، وبمجرد أنه تلامس الحشرة حبة التين راح تموت على الفور، لأنه عسل ثمار التين يعتبر مادة قاتلة لهذه الذبابة وبس.